التسليم من الصلاة. التسليم من الصلاة. نعم. التسليم من الصلاة. نعم. هل يكون مصاحب الالتفات أو بعد الالتفات؟ التسليم للصلاة مع الالتفات من يوم تبدأ التفت. من يوم تبدأ التفت حتى تكون الكاف وأنت ملتفت تماما. لأنك تخاطب من وراءك. أما بعض الناس يقول السلام عليكم، هذا ما له أصل. يرفع راسه ولا بقى عليكم التفت بسرعة، هذا مو صحيح. إنما تقول السلام عليكم، تبدأ من يوم تبدأ بالجملة، تبدأ بالالتفات حتى يكون التفاتك عند قولك عليكم، لأنك تخاطب الجماعة اللي وراءك. نعم.